احسن شيء صار. ريو بيموت مريض. اي على فكره مشاهدينا يمكن 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 يوم الاحد انا ما اكون موجود هنا، انا يوم الاحد الساعه 10 عندي عمليه. عبالي عندك عزا يا ريو. عندك عمليه. عمليه. احنا نقول مشاهدينا حق نواف اخونا حبيبنا وملك جاذرنج، نقول له ما تشوف شر وان شاء الله يا رب تقوم بالسلامه، واللي يحب نواف يكتب لنا كومنتات من الحين على الفيسبوك عشان نشوف مدى حبكم حق ولي. قاعد يعلقون بالفيسبوك. هاي شباب وصبايا منورين يا احلى جروب، سلامي حق اسرار منوره اليوم، اليوم ميمي اللي لك مالك وايد حلو متغيره، لا صايره ملكه جمال اليوم في الدنيا. اليوم بارده وزاده. حمود صار له يومين ما ندري ويها متغير. شنو عسل مانع شر ولا خاف نتهاوش مع احد؟ لا حمود لفته نحله. اي شوفوا طبعا اوجه تحيه حق الفنانه حق شو اسمه حق دكتورتنا فاطمه النهام، هي عندها برنامج. احنا قبل تقريبا شهر استضفنا دكتور اسمه اشرف ابو الجمل، وهو دكتور يعالج بالنحل. انا طبعا كنت هني تست درايف مالهم زين، فقرصوني بالنحل فما صار فيني اصابات من النحله اللي اصابتني بحلقه الدكتوره فاطمه النحل. قرصوني وطبعا وجهي انتفخ وخشمي قاعد ينتفخ، والحين صاير وجهي كنا افاتار هذا الازرق. هذه سالفه وجهي ميشن امبوسيبل. اوكي دانا قالت شنو احلى شيء صار لها ب 2011، نواف انت قلت شنو احلى شيء صار لك ولا كل السلبيات؟ لا انا قلت احسن شيء احسن شيء انه صار في جاذرينج. محمد والله تبين الصدق، انا سنه 2011 سنه كبيسه بالنسبه لي، يعني انت اكثر واحده يمكن مع الشباب هنا يعرفون ان انا قبس علي، يعني قبس 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 قبس. ليش؟ انا سنة 2011 يا جماعة ما احبها، ودي تخلص عشان ادي السنة الجديدة، وان شاء الله تكون السنة الجديدة هذه. كتكات عبالها تسوي تجميل بخشمك. ها؟ كتكات عبالها مسوي عملية تجميل. لا والله مو تجميل، بس النحلة هذا سووا زوم هني على القصة مالت النحلة لان ترى للحين متفوخة. لا زين ما مرض. زين فش اسمه سنة 2011 أنا ترى وايد شئم، مو بس على حمود الجلاد، يمكن على كل الدول العربية والإسلامية والعالم العربي كله. فأنا أتمنى إن شاء الله سنة 2012 تكون سنة خير عليكم وعلى أهلكم وعلى عيالكم وعيال عيالكم، وأشوفكم أحسن ناس كلكم. وأنت يما بعد فديتك دعواتك لي أكيد. على أحفادنا يعني ان شاء الله. انت طبعا انت الحين انا طبعا الحين انا تزوجت وعندي ياهل، ف ان شاء الله يكبر هالياهل ويصير. فانا ان شاء الله اتمنى السنه 2012 تكون خير، لان صراحه طقت كبدي من 2011 مو راضي تخلص. لا مو بس كذي، يعني شؤم صدق شؤم، ولا وفقر وتجيب الفقر ويله. زين دون ان شاء الله تصيرين نجمه انت ب 2012 تكسرين الدنيا. دانا شنو متوقع ب 2012 يعني السنه الجايه؟ ان شاء الله. هو المفروض ترى بعد اسبوعين او اقل من اسبوعين 15 يعني راح يصير 30 يوم، لان هذه السنه دائما دبل. فايش انت تتوقعين بالسنه الجايه؟ مشكله عيد ميلادي بنفس بصراحه ما ادري شنو تبين يصير؟ شنو تتمنين يصير؟ لحم. شنو ودك يعني؟ ودك شغله انت تصير لك ب 2012 من بدايتها شنو؟ ودي اسوي فوازير مال جهاد. الله الله. لا دندون فوازير مره واحده مال جهاد؟ فوازير يا الله حلو والله تستاهل. شوف التفكير، تفكر بشيء يعني أو شيء أكبر من سنها وبنفس الوقت أبي حق يا هال. يعني ما قالت شوف ما قالت أنا أبي فوازير كبار، أبي فوازير يا هال. إنزين ليش تبتسم فوازير يا هال؟ أول شيء أنا شفت حريمة فيعني عجبني الفوانيس وأشياء وكل مرة قصت فعجبني الموضوع. لازم تسوين صور تقدرين؟ إذا طلبوا مني. خلاص أنا أطلب منك الحين على أساس الناس ياخذونك. غني. أوكي. غني نبي شيء حلو مال فوازير سمعتي اذا مر عليك. اول شيء بغني حق حالة ترك اغنية. ها؟ بغني حق حالة ترك. حالة ترك. اي ال او في اي ام اي ام اي ام اي لاف يو ماما ماما نيت الحب وبقانا حلو وطيب انا نيت الحب وبقانا حلوة طيبة أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي ماما تطلب هدية ماما يما نام الله يهديك يما نامي يلا ما بي يما نام الله يهديك يما نامي يلا ما بي لو تبين إني أنام يلا نامي
ما بي لو تبين اني انام يلا نامي يا ما بي اوف ومي جنا ويا مال قولوا يا سلام يا سلام انا اخاف 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 لحالي اخاف انام. الله الله عليك. لحظة لحظة في مقطع قالت انا ما فهمت شنو لازم للشاهد نسوي لك فوازير. اوف ومي جناو يا مال اوف ومي جناو شنو صايا شنو اللغة هذه؟ يعني اوف اوف يعني باللبناني جناو يعني نفس يقولون الناس او شيء نفس باللبناني يا مال يعني ملابس البحر اول. ما شاء الله عليك يعطيك الف عافية. يعني تحفظ الاغنية وتعرف شنو معناتها. انا عجبني ونغني وما ندري شو السالفة. تتحرك ايدها وتعيش الجو وكذي. خلاص ابشر ان شاء الله في فوازير راح تجيك راح اسميها فوازير شنو تسميها؟ دندن 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 ابي اسميها فوازير برنامجكم. فوازير جاذرينج؟ ايه. الله لازم ريفيرس يدخل عليها. لازم مخرج يدخل هي بعد شنو جاذرينج بعد؟ مسافه لو بالكنترول موجود كان باكر سوالف واحد. انزين بدر احنا ما سالناك سؤال 2011 شنو ثاني لك؟ السنه الطويله اللي كانها يوم السبت قبل. احسك نسيت. بس ياك بابزي. هدك ولا يعني بدمك بابزي حدث مهم. لا لا صراحه سنه 2011 كانت على بدر كئيبه لان الحيه مالته ماتت لان ما طولت يوم لان الاسماك اللي كانوا في حوض المياه المالحه 23 اسمتها كلهم راحوا بعد شنو ما انا اختصرت الموضوع بلا بس انت ما عندك يعني ما صار لك شيء حلو. لا لا انا طول اليوم طول الحلقه باقه. انا حلقه من الحلقات انت واقفه خلي يقول لا عادي ماكو ماكو اشياء مهمه بس حلقه من الحلقات بالسيزون الاول قلت ان اهم شيء بدون مجامله صدق ولا يعني انه صار جادرينج ان انا دشيت جادرينج ان سالنا كان في تاتش حلقه انه شنو احسن قرار اتخذته كان صائب شنو اكثر شيء اتخذته كان غلط ان انا دخلت جادرينج فهذا وايد شيء غير حياتي غير حياتي من شتى الطرق. عاد انت الحين بطل القاموس وترجمه شنو يعني كلمه شتى الطرق؟ اعرف شنو شتى الطرق يعني كنت ضايع ولقيت مكان يحميك يحميني. اي اذا انا اقول لكم شو اللي صار ب 2012 بما ان انتم كلكم 2012 انت مصمم 2012 بما ان انتم سنه المريخ مجمع سنه الارض بسنه زحل ترى اسرار مو من الارض احنا كلنا من الارض بس هي لما تشقين ايدها ما يطلع شيء نفسنا احمر حرام لا صدق يطلع شيء ازرق شيء اخضر تعبان كانت قلت لهم بعد الحلقه بس لازم اصير شيء ويها صدق مو كذي ويها صدق نفس هذا اللي يطلع وايرات واسلاك خلاص يا حرام السالفه صدقيه قاعد اتكلم زين سمعوا بما ان انتم كلكم شؤم وكآبة وحسستوني ان استغفر الله بنموت كلنا ب 2012 الله يسلمك 2011 كانت احلى سنه حقي والله صدق من واحد واحد كان يعني من واحد واحد بس حسيت ان حياه ثانيه صارت عندي ما اتمنى تخلص 2011 والله يعني ما تبينها تخلص؟ ما ودي انها تخلص لان لا. وايد سنه كانت حلوه عندي دائما طاقه رصيف انت والله يعني بعد انتم كلها تقولون عني انا فارغه فكريا وما افكر وما شنو وكلها قاعده وساكته وما عندي شيء بهدف في الحياه لا بس انا الحين قاعد اقول لكم صدق 2012 احلى سنه كانت عندي وما 2011 اوه 2012 يعني 2011 انتم عاد ما تخلوني اعيد 2011 واحد واحد من واحد واحد كانت احلى سنه عندي ما اتمنى انها تخلص وان شاء الله تكون 2012 احسن واحسن احسن مما هي احلى اقصن يمكن اقصن ان هي تكون احلى بس جد يعني انا هذه السنه وايد صارت لي اشياء وايد حلوه وايد 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 مو شويه اوي اوي زين شو تتوقع 2012 تنقلب 2013 عندك بما اني قبس وماكو شيء اسويه استانس فيه يظل راح ينقلب كل شيء علي هذا اللي اتوقعه زين لحظه في شيء وايد مهم ترى صار لنا وعيد ميلادي شهر واحد فان شاء الله يكون يعني برنامج بس اسرائيلي ده اي وان شاء الله راح يصير عيد ميلادي يعني أمس بالشاهد امس الحلقه راح تنور الانوار بجرايد الشاهد تنور الانوار 24 واحد امس حلقه امس ترى مو من احلى الحلقات بس خلاص اي بس 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 يعني اتصال الفنانه الكبيره بس انا عندي حلقه كانت بعد حلوه فهد وسعاد عبد الله طبعا هذا كله بسبب منو؟ وجه الخير اللي هو بشار جاسم اكيد هو يعني بحد ذاته كان منورنا فتخيل زاد النور اربع انوار علينا كشافاتنا ضربت امس كذي فوالله والله حلقه امس يعني عمري ما راح انساها حتى لو شنو صار كاتبين بالفيسبوك لو في يعني تخصص بموسوعه جينيس انه شنو افضل حلقه يعني برنامج جاذرينج راح تكون امس الحلقه هي ماخذه الرقم القياسي
ببرنامجكم. زين. لا وكافي لما قالوا على الدنيا السلام الجزء الثاني، والله لو تصير السالفه صدق لا قاعد اتابع شيء لين ما عيوني تذوب. زين شنو احلى حلقات قادرين صارت غير حلقه امس؟ ان شاء الله كلكم تجاوبون على السؤال. ما المعده ما تجاوب. انت قلتي عندك بيبي ما ادري تزوجتي ايش قالت؟ زين ميمي تعالي تخفين تعالي هنا خلنا نشوف. تعالي قديم. ما اقدر اقعد على. لا تعالي قديم دندو. لا ما. زين انا واقفه يا ربي. اوكي انا قدمي. تعالي دندو تعالي تعالي. حتى بالفيسبوك شوي واقفه يعني كنا بودي جارد. ما الكل يحب تعالي. لا لا دندو كذي عشان ابي هالصوب يبين. دندو كذي. ايش هالنرجسيه؟ واي غرور غرور. غيرت اسمك؟ خلاص توصلنا احنا الموضوع. اقول لكم بعد طبعا دانا بتخاتي يعني عادي لا حد يقول ايش في لزق فيها او زقت فيه كيف طبعا دانا بعد شوي راح تطلع لنا فضايح حمود كله بتخاتي الصغيره بعد احنا اهم شيء انه ما تبي تطلع فضايح لا تقول صراحه ما عنده شيء ما عنده شيء لا محمد الجلاد ما عنده شيء انت ما تعرفينه عاد لحظه اسأليها قولي لها لحظه 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 شوفي لحظه انا اقول لكم شغله لحظه خلينا نسالها تشوفيني بابا انت يعني بالاطلاقي من وين ببيت قاعد بعدين تطلع كلها طالع ما ادري يعني يعني اي يعني ها ما تدري انت ما تدري وين يطلع لا 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 قولي فضايح انا ما عندي شيء يعني ما شفت عليه شيء غلط بلا شفته بس هو بالسياره قاعد يقول لك لا تقولي شفت اصلا بالسياره ما ادري شنو انا والله يشتري لك دنانير كاكاو اصلا هي تعطيني 10 دنانير عشان اجيب ما احب الحلاوه كاكاو انزين شنو تحبين؟ اه ما تبي حلاوه كاكاو توني انا اعطيتها تمر ما رضت اعطيتها يعني غصب شنو اللي تحبين وين الشاي؟ اول شيء احب اكل ماما والله يا ماما احب بابا عليك يا خالتي ايش عليك يا بابا؟ ابوك يعرف يطبخ بعد؟ ايه الله يخلي لك طباخ لا تاكل سمك من ايده حمود بعد ما جاوب مريم ابيك انت ودانا تسوون لنا مشهد تمثيلي هذاك يوم كان في مشهد تمثيلي ماني قايل مع منو انزين عيوني بس الحين نبي نسوي مشهد تمثيلي شي برو من عيوني من عيوني يلا استاذه مريم ميمي انت راح تقولين ولا لا؟ مريم تفضلي ليش ما قالت؟ ميمي انت لازم تقولين اصلا اي خل اقول طبعا سنه 2011 بدايتها ما ادري ليش اول شهرين من سنه 2011 كنت مستانسة يعني كلها كانت حلوة علي 2011 زين لا ما ابي غريب لا هذا دخلها تمر ما ابي ما ابي ترى ان التمر في ما ابي ما ابي ما ابي اني واي سنة 2011 كيك اند بيك على مستوى الحياة العملية كانت وايد حلوة لان تعرفت علينا اوكي تعرفت عليكم دشيت جاذرينج صرت معدة دبل شعيبي والحمد لله دبل شعيبي فاز فيعني احس انه يعني سويت شيء يعني سوينا كلنا يعني كتيم كلنا سوينا انجاز ب 2011 من ناحية العملية تيم هذا مو مشروب طاقة؟ ايه انزين من ناحية على صعيد الحياة الشخصية طبعا ما تزوجت عشان ما حد يقول هذا البيبي بيبيك هذا ولد اختي بقول لك شيء يعني ميمي خلاص يعني تعرفيني يعني انا ما افهم الكلام اللي قاعد تقولينه على صعيد والمهنيه والعلميه عادي قولي سويت بشغلي كذي 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 بحياتي بحياتي الشخصيه اي اوكي سويت كذي قولي بعد ما اشتغلت الشخصيه لا على صعيد المهني على صعيد العملي على صعيد النفسي وعلى صعيد مو كانت مذيعه اخبار يعني عادي إيه ميمي متعوده على صعيدها هي خلاص انسي شيلي قاموس الاخبار وانت قاعده شكو قاموس الاخبار زين ميمي كملي اي على مستوى الحياه الشخصيه يعني طبعا طبعا وايد كانت هم سنه حلوه علي ان تعرفت على وايد بنات صاروا رفيجاتي زين ما شفتهم اهم شيء انه ما شفتهم انا وين وهو وين زين انت شلون تشوفين رفيجاتك وانا ما شفتهم ليش انت الجسر جسر العبور مثلا انا وين وضعي بالاعراب؟ انا مو صديقك تقولي ما عندي سوالف ها؟ مو اخوك؟ ايه مو لازم اشوف يعني لازم انا لا مو لازم اشوف عشان اقول لك ان هذه البنت زينه هذه مو زينه مو لازم هذه زينه لحظه بنسوي لحظه انزين اطلع اي هم ارد اكمل لكم ان هذه حلوه هذه مو انت بتقولين 365 يوم لا 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 حتى لو قلت ايش حرك تفضلي تفضلي قولي لا ما شاء الله انجازات والله لا استانست وايد 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 يمكن كل شيء كان كل شيء كان يصير لي كان يونسني الحمد لله ان شاء الله راح تكملين فرحتك هذه بامتحاناتك اللي راح تكملين اي ان شاء الله هالسنه انا 2012 انا خريجه ان شاء الله يا رب يعني هالسنه انا خريجه ان شاء الله راح اتخرج واصير مخرجه اصير مخرجه ان شاء الله يا رب زين فيعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني سواء كانت 2011 زينه ولا مو زينه دائما انا احمد ربي لانه يعني اذا حمدته زياده راح يعطيني زياده واتمنى 2012 تكون احلى من 2011 واتمنى انه ما يصير فيها سوالف واشياء ولا يعني مشاكل وهالسوالف كلها ان شاء الله تطخ يا ربي وبس واستقر
انت استقر. اي انا استقر يعني استقر بس مو انت يعني انا استقر. انت دانا صار لك سنه تقولي لي بالسياره في مفاجاه في مفاجاه بقول مفاجاه بقول مفاجاه. منو؟ وزين اقولها شنو المفاجاه؟ لا بالهواء. طبعا انا عندي مفاجاه. شنو المفاجاه؟ شنو المفاجاه؟ قاعد طالع فيها. لا 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 امس كانت قاعد طالع برنامج على صبعها البنيه. زين امس كانت قاعد طالع برنامج ثاني طبعا هو على احد القنوات وشافت ثلاث ياهال زين واليوم قالت لي عنه انه كذي وهذا بس في شغلات